عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم على قناة شارع بين حارات. قبل ما نبدأ ونقول صلى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، زيد النبي صلي عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله بإذن الله جاي لكم فكرة ومشروع جديدة برضك، الأفكار يعني تتعمل بإذن الله من المشاريع اللي عندكم، ربنا هيكرمكم فيها إن شاء الله بإذن الله ويوسع عليكم. فكرة معانا النهاردة اللي احنا مصورينها بس عشان نوريكم الفكرة، تصوير النص جنيه ده عند اي مكتبة ممكن تصوره بالطريقة دي كده وتطبع منه كذا نسخة. ممكن تروح مكتبة وتقول له اطبع لي النص جنيه واطبع لي الجنيه، طبعا اطبع لي الحظ سعيد واطبع لي حظ سعيد واطبع لي ازاي تكون معلمة وازاي تكون معلم وازاي تبقى تطلع مدرس، شوية كلام حلو للأطفال كده. يعني أنا بديكم الفكرة دي طبعا بتاعت النص جنيه دي، احنا يعني ما شاء الله، بص احنا عاملين ايه كاتبين اهو، بص مبروك كسبت، يعني مبروك دي يبقى كسبت النص جنيه، مبروك دي كسبت النص جنيه. بص بتروح جاي كده هنا تكتب بقى كلمة مبروك اهي، مبروك كده، هي كلمة مبروك، يبقى انت خلاص كده انت كسبت اللي ايه، يعني الطفل كسب النص جنيه. بتتحط في ايه بقى؟ بتتحط في حاجات كتير قوي عندنا، في مشاريع كتير قوي. ممكن نجيب لبان رخيص قوي في اللي هو في العلبة ده وبيتحط في قلب منه مبروك كسبت النص جنيه، فكرة حلوة بتطلع للعيل والعيلة، ما شاء الله تبارك الله، بيطلع له الكوبون في قلب اللبانة نص جنيه، انت بتبقى مدي مفهم البقال اللي انت بتديهوله بيبقى فيه مكسب 5 جنيه للاطفال، فيه جواه مبروك كسبت كذا، بتحطها على وش العلبة، بتحطها بقى في فكرة مصاصة، في فكرة بونبوني، في شوكولاتاية وتقفلها، افكار كتيرة. في البيضة اللي معانا شغل حلو جميل فيها، في البخت الصيني ممكن يتعمل افكار كتيرة قوي قوي قوي. لو عجبك الفكرة والمشروع ما تنسناش وانتظرونا ان شاء الله في فيديوهات كتيرة، ما تنساش لايك وشير وارجو الاشتراك في القناة عشان نوصل حضراتكم كل جديد، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.